علشان يحصل عندك فايبريشن بشكل او باخر، انت محتاج على الاقل تو اليمنتس رئيسيين و اليمنت اوبشنال اللي هو الدامبنج. طيب الاليمنتس الرئيسيه بتاعت اي فايبريتنج سيستم، اول حاجه انك يبقى عندك انيرشيا اليمنت. انيرشيا اليمنت اللي انت تعرفها اسمها الماس، بس طبعا ليها صور تانية غير ان هي تبقى الماس. الانيرشيا مقصود بيها اللي هي القصور الذاتي. طبعا في بعض الكونديشنز ما بتبقاش ماس بصورتها الطبيعيه اللي انت تعرفها، ممكن تبقى في صوره زي ماس مومنت اوف انيرشيا. الاليمنت دوت هو عن الفورس اللي ناتجه من الاكسلريشن. خلي بالك احنا في كل الشغلانه بتاعتنا هنا في الفايبريشن، كل اللي احنا عايزين نعمله نعمل توصيف لحركه جسم بيعمل هارمونيك موشن او بيريودك فانكشن. تمام كده يا شباب؟ فبالتالي الجسم اللي عندك دوت اللي هو بيعمل فايبريشن، هو بيعمل البيريودك فانكشن، البيريودك موشن ده. هي عايزين في كل لحظه عايزين نكتب ايكويشن، الايكويشن دي توصف في كل لحظه الجسم ده سرعته كام، البوزيشن بتاعه فين، والاكسلريشن بتاعته كام. طب ليه انا محتاج الكلام ده كله؟ محتاج الكلام ده علشان اقدر بعد شويه احسب الفورسز اللي جايه عليه، ومنها اقدر اعمل ديزاين للسيستم بتاعي كميكانيكال انجينير، بحيث ان انا اطمن ان الفورسز دي ما بتعديش الالتيميت او البيرميسيبل لود بتاعي، وبالتالي ما يحصلش عندي الفيليرز اللي انت شفتها في المحاضره زي اللي حصل فيه الريزونانس. طبعا الريزونانس لما بيحصل بيبقى صعب جدا انك انت تقاومه، او انك انت تعمل حاجه تقول ايه ان هي تحميه من الانهيار، لان في الريزونانس اللي بيحصل عندك لارج displacements. وخلي بالك من الالفاظ اللي احنا بنقولها، في الريزونانس بيحصل large displacements، الامبليتيود بتبقى عاليه قوي، فلما الامبليتيود بتكبر جدا بتسبب عندك displacement كبيره قوي، بتسبب عندك deflection عالي كبير، فبالتالي اللي بيحصل ان السيستم بتاعك بينهار بسبب ان الارقام دي او الامبليتيود والديسبليسمنت دي كبيره قوي. خلاص طبعا انت عارف علاقة الستريس بالسترين واللود بالديفليكشن وعلاقة الماتيريال بالقصة دي، فتسبب الفيلير اللي احنا بنحكي عليه. فبالتالي بقى مهم جدا بالنسبة لي ان احنا نفهم الهدف من اللي احنا بنعمله ده كله، ان احنا في الاخر نوصل نكتب ايكويشن اوف موشن تعرف الحركه بتاعتي بالنسبه للتايم عند اي لحظه. انا شايفك يا احمد يا توفيق، فانا هخلص وادي لك الكلمه. ان انا اعرف at any instant الثري بارامترز displacement velocity and acceleration بكام، علشان بعد كده اترجم البارامترز دي او الكميات دي لفورسز نقدر نشتغل بعد كده عليها. اتفضل يا احمد قول. معلش معلش يا دكتور، ممكن تعيد الحته دي تاني؟ انهي حته؟ الجزئيه الاخيره دي. طيب انا بتكلم على ان احنا في الفايبريشن الهدف الرئيسي بتاعنا ان احنا بنكتب معادله بتوصف حركه جسم بيعمل بيريوديك موشن، بيعمل حركه متكرره. تمام، علشان اطلع منها ثلاث كميات رئيسيه، اللي هي الديسبليسمنت اللي هو عمل ديسبليسمنت عند اللحظه دي من المكان ما اتحرك، ديسبليسمنت قد ايه عندك من دول محركه ناحيه اليمين، فلو انت بتفترض ان هو بيتحرك وجيت صورت صوره عند الثانيه رقم تي، فعند الثانية دي هو كان مترحل أو بعيد عن المكان الرئيسي أو الأصلي بتاعه مسافة قد إيه؟ فدي أقدر أحسبها من الـ equation of motion، إن أنا أعرف في اللحظة دي سرعته كام؟ وأعرف الـ acceleration بتاعته بكام؟ علشان من التلاتة دول هنطلع منهم تلاتة forces، هنعرفهم دلوقتي وإحنا شغالين، تلاتة forces دول نتيجة الـ inertia، نتيجة الـ damping، ونتيجة الـ stiffness بتاعة الـ spring. وبالتالي
الكلام ده هو انبوت علشان نعرف نعمل ديزاين بعد كده لأي سيستم ميكانيكال بيعمل فايبريشن او بيتعرض لفايبريشن، تمام؟ زي الجماعة اللي في اليابان، الناس اللي في اليابان عندهم المباني او عندهم زلازل كتيرة جدا. طب المباني ليه عندهم ما بتنهارش؟ لان هو بيصمم المبنى بفليكسيبل سيستم تحته، ان الفليكسيبل سيستم ده شوية سوست ودامبرز تاخد الفايبريشن بتاعت الارض او الزلزال وما تنقلهاش للسيستم بتاع العمارة، في التالي العمارة ما تقعش، تمام؟ ده كل ده دراسة فايبريشن. اتفضل يا محمود اشرف. دكتور، انا كنت عايز اعرف بس، هو المفروض يكون في صورة او حضرتك عامل شير لفيديو مش ظاهر عندي انا، ولا لا ما ينفعش؟ الحقيقة أنا لسه ما عملتش شير لحاجة، أنا هعمل لكم شير دلوقتي وهنبدأ بقى الكلام بتاعنا، ماشي؟ أنا بديكوا فكرة عامة، أنا الكلام ده أنت سمعته في المحاضرة مع دكتور طاهر، بس أنا بحاول بس إن أنا أعمل ريفريشمنت ليك كده وأفكرك بالدنيا فيها إيه يعني. تمام؟ أنا هبدأ أعمل شيرنج أهو، المفروض إن أنت دلوقتي بدأ يظهر عندك حاجة في الصورة للفيديو. ظهر طيب زي ما انت شايف ده كده شيت رقم 3. احنا الحقيقة الشيتات دي انا هدي لك استعراض سريع كده ليها. احنا عندنا الشيت ده، عندنا قائمة الشيتات اللي هنا. انا عندي اول شيت عن الهارمونيك موشنز، كويس، وشوية فورير اناليسز وشوية حاجات كده تخص البريودك فانكشنز وازاي بنعملها اناليسز. الشيت التاني بيتكلم على الفري فايبريشن لاندامبد سنجل ديجري فريدم سيستم، وده المهندس احمد عيد ان شاء الله هيشتغل معاكم فيه. فبالنسبة للشيت رقم 3 هو ده بقى ان شاء الله اللي انا هشتغل معاكم فيه. الشيت رقم 3 ده بيتكلم على الفري فايبريشن اوف دامبد سنجل ديجري اوف فريدم سيستمز، تمام؟ احنا طبعا مش همسك احل المسائل كلها ولا هفوت، انا بس هتلاقيني فوت معاك كده سريعا واحنا بنحل المسألة على شوية حاجات وشوية امور تخص الموضوع، شوية equations، شوية concepts واحنا ماشيين، تمام؟ لكن الهدف واحنا بنشتغل هيبقى ازاي نحل مسألة، ازاي نمسك مسألة ونبدأ ندخل جواها ونحل. في مسائل هنحلها سوا وفي مسائل حضرتك هتروح البيت تبدأ تشتغل فيها وتحلها. طبعا دكتور طاهر وهو شغال معاك راح مديك شوية قوانين كده وقعد حكى لك على شوية قوانين زي الأوميجا دي وزي الزيتا، كل الكلام ده هنحتاجه هنا واحنا شغالين في الشيت رقم 3 دوت. طيب انا هستأذنكم بس في حاجة، لو تقدروا ننقل الرسمة بتاعت او تاخد سكرين شوت زي ما انت عايز، بس يبقى عندك الداتا بتاعت في الاول مسألة دي اللي هي قصاد عينيك دلوقتي، لا مؤاخذة انا هظبطها لكم، اللي هو ده انا عايزك تاخد المسألة دي كده تخليها عندك عشان انا هبدأ افتح لك حاجة تانية ونبدأ نكتب شوية حاجات ونحل شوية حاجات سوا. فأنا هديك دقيقتين كده بس تكون نقلت المسألة بعد إذنك. يا شباب تمام كده؟
يا شباب. طيب تمام مظبوط، نقلتوها تمام. طيب انا المفروض هنا، انا عندي هنا وايت بورد هجيبها بس. اقول لك على حاجة احسن. طيب هل الوايت بورد دي ظاهرة عندكم كده يا شباب؟ ظاهرة، ظاهرة يا دكتور. واضح. طيب كويس جدا. طيب اللي واضح عندك من الرسمة أو من السيستم اللي قصادك إيه؟ أنت شايف عندك سيمبل بيم بالشكل ده، صح كده يا شباب؟ وحاطط عليه ماس. لو في اي مشكلة في البرزنتيشن او في انك انت مش شايف الحاجة اللي انا بعملها، لو سمحت عرفني. تمام، هو ما فيش أي حاجة ظاهرة غير صفحة بيضاء، غير صفحة بيضاء، مفيش حاجة ظاهرة خالص. في خط أسود لسه ظاهر على اليمين كده. اوبا، طيب ماشي، اوكي. طيب مفيش أنا آسف مشكلة. يا دكتور، هو تقريبا في آب أو حاجة وايت بورد إحنا ممكن ننزلها عندنا على الويندوز، بس في الغالب مش عندنا يعني. طيب لا لا خلاص، سيبك، انا هلغي الوايت بورد واعمل لكم باوربوينت احسن. بالعرض طيب لا لا خلاص خلاص، عشان هو كده هيبقى ماشي بطيء، فان شاء الله كده مش الدنيا مش هتبقى مظبوطه. طيب انت المفروض دلوقتي قدامك شاشه بيضاء خلاص بتاعت باوربوينت. طيب شايفين كده؟ تمام يا دكتور. طيب انت كده شايف وانا برسم صح؟ دكتور تمام. شايفه حضرتك. طيب زي الفل. طيب انا دلوقتي السيستم اللي عندك هو عبارة عن سيمبل بيم، تمام، عليه ماس، والماس دي متكونكتد بيها من تحت سبرينج، صح كده؟ والماس دي اهي، وعندك فوق في دامبر كونكتد بالسيستم، تمام. طيب اول حاجه قبل ما تدخل في اي مساله وتحلها وتبدا تعك وتضرب شويه معادلات من عندك، انك رقم واحد تفهم السيستم ده بيتحرك ازاي. وبالتالي هنبدا نتكلم دلوقتي على شوية الخطوات اللي انت هتتبعها علشان تشوف السيستم بتاعك ده وتعمله الاناليسز مظبوط. طيب رقم واحد اول حاجة خالص في بداية حلك لأي مسألة، اول حاجة تفهم الموشن بتتم ازاي، الموشن بتاعتي بيحصل لها ايه. خلي بالك الشكل او الاستراكشر اللي قصادك دوت في الحاله العاديه احنا سايبينه قصادنا كده، فهو ساكن، ايكوليبريم، ستيبل، متزن، كل الكلام دوت. الجسم ده الشكل اللي قصادك ده ما بيتحركش. طيب امتى بقى يتحرك او امتى يبدا يهتز؟ بنعمل حاجه اسمها اكسايتيشن. يعني ايه اكسايتيشن؟ يعني عمليه اثاره، انك انت تخليه يبدا يهتز. فاكر زمان لما كنت في معمل فيزياء وتخش على تجربه الشوكه الرنانه، تروح ماسك الشوكه وضاربها بالشاكوش، او انك انت يكون عندك وتر مشدود وتمسك الوتر ده تروح شده ناحيتك وتسيبه فتلاقي الوتر ده بيتهز، او بندول متعلق في السقف، لمبه متعلقه في السقف ونازله بسلك، فرحت انت ماسك اللمبه دي ورحت محركها ناحيه اليمين وسبتها فاللمبه تفضل رايحه جايه فايبريشن. اللي انا عايز اقصده انك انت لو مسكت اي سيستم او اي بودي من الايكوليبريم بوزيشن بتاعه ورحت محركه، خلي بالك من كلمه حركته، يعني اديته ديسبليسمنت مش اثرت عليه بفورس، اديته ديسبليسمنت ات سيرتن فاليو ورحت سايبه،
فبدأ يعمل فايبريشن يروح ويجي او يوصل يتحرك حوالين البوزيشن الاصلي بتاعه، فكده اسمها فايبريشن. والجزئيه اللي انت الحركه اللي اديتها في الاول دي اسمها اكسايتنج موشن. طيب تعال نبص على الشكل اللي قصادك ده، البيم اللي قصادك دوت، لو انا حبيت اعمل له اكسايتيشن فانا ممكن اعمل ايه؟ هزقه لتحت فيروح عامل حاجه بالشكل ده، تمام؟ ادي المسافه اللي هو نزلها لتحت دي، هنسميها مثلا اكس، ماشي؟ وبالتالي هتبقى في تعريفك للموشن انك انت تمسك السيستم بتاعك ده تشوف لو هو خد سمول موشن سمول فايبريشن هيهتز يبقى شكله عامل ازاي. فالبيم ده المفروض ان هو هيهتز جزء منه لتحت وجزء منه تاني بعد شويه هيروح عامل كده. فمعنى كده ان الماس اللي موجوده في منتصف البيم بتطلع لفوق مسافه وبتنزل لتاني لتحت نفس المسافه، بافتراض ان في دلوقتي conservation of energy. سيبك دلوقتي من الدمبر وهنفهم بعد شويه الدمبر ده بيعمل ايه، فواحده واحده ماشي. لو كده في حاجه مشكله حد يقول لي. معلش يا دكتور، اثرت عليه ازاي؟ مسكت الماس دي ونزلتها لتحت، مسكتها بايديا كده ورحت منزلها لتحت حته صغيره، وبعدين شلت ايدي سبته، فهيعمل ايه؟ هيطلع وينزل، هيطلع من الخط هينزل للخط الاحمر اللي احنا رسمناه ده، وبعدين يطلع للخط الاخضر ده. ده المنظر بتاعه هو بيفايبريت، يعني هو هيبقى الشكل اللي ما بين او السيستم بتاعي ما بين ان هو بيبقى بالشكل الاحمر وبعدين يبدا يطلع لغايه ما يوصل للوضع الاتزان اللي هو الشكل الاسود، وبعدين بما ان هو لسه جواه انرجي فهيطلع لفوق لغايه الخط الاخضر. واضحه؟ لو سمحت يا دكتور. اتفضل. طب ما انا كده عملت فورس، حضرتك بتقول بغير ديسبليسمنت مش بدي فورس، طب ازاي احركه من غير فورس؟ بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ خلي بالك هناك فرق طفيف جدا ما بين فكره الديسبليسمنت وما بين فكره الفورس. بقصد ايه بان مفيش فورس؟ يعني مفيش حد ماسك الماس دي بايده كده وعمال بيطلعها لفوق وينزلها لتحت. انا بنتكلم على اكسايتيشن بس. خلي بالك لما بنتكلم على فورس بالنسبه لنا هنا في الفايبريشن فاحنا بنتكلم على فورس ليها سايكليك موشن، فبالتالي بتمسك السيستم ده وبتحركه فوق ولتحت زي مثلا الغساله. يعني لو انت عندك الغساله اللي هي من الافقيه او اللي هي الفتحه بتاعتها من قدام في البيت والغساله دي شغاله، فهتلاقي الغساله دي بتعمل فايبريشنز، خلاص؟ بسبب ايه؟ بسبب ان في فورس بتعمل كده. لكن في حالة ان احنا بنتكلم على free vibration فانت بتكون عملت الاكسايتيشن وسبتها، عندك الشوكة الرنانة طرقتها وسبتها، تمام؟ فالطرقة اللي انت عملتها دي في impact force جت، بس اللي عمل الاكسايتيشن مش الامباكت فورس، الديسبليسمنت. ممكن تأثر بفورس بس ما تجيبش ديسبليسمنت. يعني احنا لو افترضنا السيستم اللي قصادك ده جيت رحت انت دايس عليه بايدك بس هو كان اقوى منك، يعني عندك مثلا العربيه ورحت جاي سندت عليها بايدك بالراحه، هل انت ما اثرتش بفورس؟ لا اثرت، بس هل انت تسببت في ديسبليسمنت؟ لا، ممكن ما تكونش تسببت في ديسبليسمنت. فبالتالي اللي احنا بندور عليه انك تكون اديت انيشال ديسبليسمنت، والانيشال ديسبليسمنت دي بعد كده تبدا تريليز الايه الفايبريشن موشن اللي انت بنتكلم عليه. تمام، شكرا. وصلت؟ تمام. نفس الكلام بيحصل مثلا على الناس اللي بتضرب على الجيتار ولا على الوتريات، الجيتار ولا العود ولا ولا ولا، هو كل اللي بيعمله ان هو بيروح مدي اكسايتيشن للوتر، فالوتر يهتز وبالتالي يطلع النغم. بلاش الكمانجا اللي هي الفيولين، هل هو بيأثر بفورس؟ ده هي العصايه اللي في ايده دوت او السلاح اللي في ايده ده اللي بيحركه على الوتر، هو بيدي للوتر ديسبليسمنت قبل ما بيكون بيدي له فورس،
فالوتر يبدأ يهتز بشكل ما ويطلع الصوت اللي حضرتك بتسمعه. طيب ارجع تاني ونتكلم على الخطوات. معلش يا دكتور، ممكن أقول حاجة؟ اتفضل. هو احنا ممكن نقول بدل ما نقول فورس نقول انرجي، اللي احنا ادينه بوتنشال انرجي، فهو ده يعني حقيقي، ده حقيقي. هو في الاول انت بتدي بوتنشال انرجي علشان السيستم بتاعك يبدأ يريليز البوتنشال انرجي دي، يحولها لكاينتيك انرجي. تمام. شكرا. طبعا البوتنشال انرجي هنا ملهاش علاقة بالجرافيتي. تمام. البوتنشال انرجي هنا جاية من مين؟ جاية من السبرينج. السبرينج كان ستور بوتنشال انرجي. زي البندول لما برفعه. زي البندول، البندول في حالة البندول، لو بنتكلم على البندول البسيط، فالبوتنشال انرجي هتبقى جاية من الجرافيتي، من الجاذبية الأرضية. لكن في حالة السيستم اللي قصادك ده بسبب السبرينج مش بسبب الجاذبية، وبالتالي مش هتظهر عندنا في المعادلات إطلاقا الويت. تمام. ماشي؟ شكرا يا دكتور. العب. فيبقى الخطوة رقم واحد انك انت تشوف الشيب اوف موشن شكلها عامل ازاي، الحركة هتبقى شكلها عامل ازاي، ماشية في انهي اتجاه. وبالتالي هنبدأ نحدد لنفسنا دايركشن للماس. هقول ان الدايركشن سي مثلا للماس في هذا الاتجاه وهسميه اكس. طبعا هو مش ده الدايركشن الحقيقي الوحيد، هو في انستنت هيبقى نازل لتحت وفي لحظة تانية هيكون بيطلع لفوق. تمام؟ طيب بس أنا عايز أحدد لنفسي اتجاه علشان أبدأ أدرس الموشن بتاعتي وأبدأ أكتب الإيكويشن أوف موشن. طيب رقم اتنين، رقم اتنين هتبدأ تعمل حاجة اسمها فري بودي دايجرام. حد فاكر الفري بودي دايجرام يا شباب؟ ولا نسيتوه؟ معلش يا دكتور، في حد نعم مستني حضرتك تقبله بس. نعم، في حد عايز حضرتك تقبله على الريكوست بس. ايه اوكي، ده في ثلاثة. بسم الله ما شاء الله. ماشي ماشي، مينا ومصطفى وصبري. طيب المفروض كفري فايبريشن او اسف كفري بودي دايجرام، المفروض انك انت بتبقى الهدف من الخطوه دي انك انت ترسم السيستم بتاعك، مش السيستم، اسف سوري، انك انت ترسم البودي اوف كونسيرن، ترسم له فري بودي دايجرام. مين هنا البودي اوف كونسيرن؟ مين الحاجه اللي انت عايز تدرس لها الحركه بتاعتها؟ هو في الحقيقه الماس. طب البيم ده ايه؟ البيم ده element بيسبب جزء من الفايبريشن، بيشارك معاك في الفايبريشن. طيب هو في البيم دوت، البيم دوت لو هو مالوش ماس، لو هو مالوش ماس فهو بيأثر معاك بصورة elastic element، يعني هو بيتصرف كأنه elastic element، يعني كأنه سوستة، كأنه spring. تمام؟ فتيجي ترسم الفري بادي دايجرام للشكل ده، أول حاجة هتعملها إنك أنت عندك الماس، البادي بتاعك. طبعا فيش حاجه في الدنيا اسمها ماسلس، مفيش حاجه في الدنيا ملهاش ماس. تمام؟ لكن هناك نوع من انواع التقريب بيحصل، نوع من انواع الاسامبشنز بتحصل، انك انت تهمل الماس مثلا بتاعت السبرينج، او تهمل الماس بتاعت الاستيك اليمنت علشان نسهل على نفسنا الحل شويه. خلاص؟ وده بيبقى حاصل مقبول في حالة إن الماس اللي أنت بتدرسها إنها كبيرة شوية والحاجات التانية صغيرة بالنسبة لها. يعني لو افترضت إن الماس بتاعت البادي ده ب 100 كيلو جرام، والماس بقى بتاعت البيم، السبرينج، الدامبر، دولت كلهم على بعض ما يكملوش 2 3 كيلو. خلاص؟ فهتلاقي إن هو الماس بتاعتهم بالنسبة للماس أوف كونسيرن اللي أنت بتدرسها مش مقارن خالص، صغيرين جدا. فبالتالي يمكن في هذه اللحظه كاسامبشن انك انت تفترض ان الماس بتاعتهم بزيرو. طيب الماس اللي عندك دي لو انا حركتها لتحت هتعمل ايه؟ هتبدا تضغط على السبرينج اللي اسمه كي من تحت، وبالتالي السبرينج بتاعي هيبدا يرد عليا بفورس. ادي اتجاه الحركه لتحت. ماشي؟
فبالتالي في سبرينج فورس اللي هي اسمها كي هتديني بتأثير قوة اسمها كي في اكس. تمام، اي سبرينج ليه ستيفنس كي هتعمل له ديسبليسمنت مقدارها اكس سواء بالضغط او بالشد هيدي لك كي في اكس. طبعا ما تفرقش معاك الدايركشنز. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا هنا اكس افترضتها لتحت فهي ضغطت على السبرينج فالسبرينج بيرد عليا لفوق. طيب لو انا خليت ان الفورس او الدايركشن بتاع الاكس لفوق فبالتالي الفورس اللي هتبقى موجوده في السبرينج بقت شد وبالتالي هتلاقيها بقت العكس ناحيه تحت الاتجاه المعاكس. فبالتالي اتجاه الفورس بتاعت السبرينج عكس اتجاه الحركه اللي انت شايفها قصادك. تمام كده؟ طيب في عندي تو اليمنتس تانيين، في عندي البيم السمبل بيم ده كان بي اكتد لايك سبرينج. عندك بيم او عندك لو افترضنا اي حاجه مسطره والمسطره دي انت ثبتها من اطرافها وجيت في النص ورحت دايس عليها وسبتها هتروح رده لفوق الجزء اللي انت ضغطته. الرده اللي ردتها دي معنى كده ان هي فيها سبرينج فورس فبالتالي هترد عليك برضو البيم بفورس لفوق هتبقى عباره عن كي بيم في الاكس. تمام كده؟ دي الديسبليسمنت او الفورسز اللي جايه نتيجه الاستفنس بتاعه السيستم، نتيجه الاستيستي اللي موجوده في السيستم. طيب في اليمنت ثالث موجود فوق اللي هو اسمه سي. سي ده اللي هو دامبنج كوفيشنت. يعني ايه دامبنج كوفيشنت؟ يمكن الدكتور طاهر اداكم فكره سريعه عن الموضوع. في الحقيقه انك انت عندنا نوعين او عندنا ثلاث انواع من الدامبنج. في عندي نوع اسمه الكولوم دامبنج او الفريكشنال دامبنج. تمام، وده وظيفه الدامبنج في الثلاث انواع اللي هنقولها ان هو يخمد الفايبريشن. بمعنى ان هو هيتصرف كانه ديسيبيتور للانرجي. يعني الانرجي اللي موجوده في السيستم المفروض الدامبر ده يبدا ياخدها ويعمل لها ديسيبيشن يخرجها يعمل لها عمليه ان هو ينقصها ويعمل لها عمليه ديسيبيشن يخليها تخلص. لانك انت لو ما فيش دامبر نظريا المفروض ان السيستم ده يفضل يهتز ما لا نهايه. زي ايه؟ زي عارفين ساعه بيج بن. ساعه بيج بن معتمدة في الأصل على الفايبريشن بتاعت بندلم. هو عملوا إيه؟ عملوا بندلم كبير جدا وماس بتاعته عالية الانيرشيا بتاعته كبيرة وحطوها جوه بناء مغلق محكم فبالتالي بيقلل على قدر الإمكان الفريكشن اللي جاي من الهواء. أنت لو عملت بندول عندك في البيت ولو هزيت لمبة عندك في البيت ولا كنت بتلعب كرة في البيت وأنت صغير لو تفتكر ورحت شايط الكرة جت في اللمبة فتلاقي اللمبة عمالة تتهز. اللمبة وهي بتتهز بالشكل ده بتفضل تتهز كده لمدى العمر ولا هي بالظبط شوية وقت وبعد شوية بتلاقي إن اللمبة استقرت مكانها؟ استقرارها في مكانها معنى كده إن في دامبنج في كل سايكل بيسحب قدر من الطاقة او قدر من الانرجي اللي موجوده فبتوصل لمرحله ان هو يفضل يسحب يسحب لغايه ما يوصلها لصفر فالجسم بتاعك يستقر. ده اسمه دامبر. فالدامبر ده ليه ثلاث حاجات، يا اما فريكشنال دامبر نتيجه ان في فريكشن ما بين البادي وما بين السطح، او في هيستريسيس دامبنج. الهيستريسيس دامبنج دي بتيجي من الكومبريسبل بادز ومن الحاجات اللي هي الانضغاطيه بتاعتها بتعمل عمليه دامبنج. وتالت حاجه ودي اكثرهم شهره واكثرهم استخداما واقربهم الى قلبك اللي هم اللي بيسموها الفيسكس دامبنج، زي المساعدين الموجودين في العربيه وزي الداشبوتس اللي موجوده في الغساله وزي الداشبوتس اللي متعلقه في بعض الماشينز. كل ده صورة من صور الدامبنج. خلاص بالنسبة لنا هنا واحنا شغالين لما هنرسم الشكل اللي قصادك ده اللي هو عامل كده فده مقصود بيه الداشبوت. الداشبوت ده يعني فيسكس دامبنج. تمام، فالفيسكس دامبنج دوت المفروض وظيفته هنا ان هو هيقلل الفايبريشن بتاعتي ويوصلها للصفر.
ففيها ثلاث، قلنا الثلاث انواع ليها بقى 3 ليفلز، يا اما اوفر دامبد، يا اما كريتيكالي دامبد، يا اما اندر دامبد. طيب الكريتيكالي دامبد والاوفر دامبد في الحقيقه مش بنتعرض لهم قوي كويس، والابلكيشنز بتاعتهم محدوده مش محدوده، موجوده وكل حاجه، بس الكريتيكالي دامبد او الاوفر دامبد ما بتديلكش هارمونيك موشن، ما بتديلكش بيريودك موشن. ليه؟ لان هي بتخلي الفايبريشن بتاعتك تقف ويذن وان سايكل، ما بتخليهاش تحتز فتره طويله. الناحيه الثانيه الاندر دامبد بيخليك تاخد شويه سايكلز كده، يعني ممكن يحصل مثلا عندك 3 سايكلز عقبال ما يقف، 5 سايكلز، 6 سايكلز، وهكذا. تمام؟ طيب هيفضل بقى ان انا اترجم الفورس اللي جايه من الشخص اللي فوق دوت. الجزء اللي فوق اللي عندنا ده اللي هو الدامبر، المفروض ان الدامبر ده الفورس اللي بتيجي منه بتتناسب مع سرعه الفايبريشن او مع السرعه بتاعته. بمعنى ايه؟ هديك مثال علشان تبدا تتصور معايا الحدوته. لو حضرتك راكب عربيه وجيت تاخد مطب او حفره بسرعه بطيئه جدا، خدتها بالراحه، هتلاقي ان العربيه بتدي displacement وبتنزل، بتلاقي الحركه بتاعت العربيه بتاعتك هتلاقي ليها حركه displacement معتبره نوعا ما. خلاص؟ طيب لو انا بقى ماشي بسرعه وعديت مثلا على حفره، هتلاقي في صوت رزعه حصل عندك، صوت خبطه جامده. طب ايه صوت الخبطه الجامده دي؟ بتيجي نتيجه ان الدامبر دوت بتيجي الفايبريشن بتاعتك حركه سريعه عليه، فبالتالي يروح عامل ناقل فورس عاليه جدا، غير وانت ماشي بالراحه. لما بتبقى ماشي بالراحه بتبقى الفورس قليله قوي، فبالتالي اللي بيشيل عندك السيستم او اللي بيشيل الفورس ده هي او الديسبيسمنت ده هي السيستم. اقعد على عربيه هتلاقيها راحت نازله معاك. طيب امال وانا ماشي بسرعه لو خدت حفره ايه الصوت الرزعه؟ صوت الرزعه ده بسبب ان الدامبر ده خد فيلوستي سريعه جدا، انيشال فيلوستي سريعه جدا، فيعمل لك ترانسميشن لفورس عاليه جدا، تسمع صوت الهبده دي. تمام؟ طيب في حد عايز معلش هي في الحاله دي ساعتها يبقى كريتيكال دامبنج صح كده؟ هو كده عملنا وان سايكل، ده ممكن يبقى اوفر دامبد. انت بتتكلم على العربيات صح؟ الدامبنج بتاع العربيات. انا بس الفرق بين الاوفر والكريتيكال معلش تاني. لا انا ما اتكلمتش على الاوفر والكريتيكال خالص، انا بتكلم على الحاجه الاندر دامبد. انا فاهم حضرتك قلت ان هو بيعملها في وان سايكل، يعني ياخدها في وان سايكل. بص الاوفر دامبد بتخلص الفايبريشن بتاعتك within one cycle مش بعد، within يعني ما بيخلكش تكمل الوان سايكل اصلا. تمام. والكريتيكال ممكن يعني بتخلص في وقت اطول شويه، يعني ممكن تبقى قرب الوان سايكل او اللي هي الوان سايكل وشويه، بس بتختلف عن الاوفر دامبنج ان الدامبنج بتاعهم او الاثنين بشكل عام ما بيبقوش واخدين شكل الهارمونيك موشن. واصلة؟ انترنت عندك قطع ولا انت قفلت؟ دكتور اتفضل. يعني معنى كده ان الكريتيكال هي اللي بتاخد شكل هارمونيك موشن لكن الاثنين التانيين لا، الاندر دامبد هي اللي بتاخد شكل الكريتيكال، اللي بتاخد شكل الهارمونيك موشن. تمام. معلش يا دكتور انا بعتذر بس في حد شالني من الميتنج. ازاي؟ مش عارف. إذا دخلت تاني يعني؟ تمام، أنا بس بعتذر عشان لو حضرتك كنت سألت حاجة وأنا ما ردتش على حضرتك. لا لا أنا بشوف أنت وصلت لك النقطة ولا لأ؟ لا تمام شكرا. تمام؟ طيب. شكرا. تمام. فأرجع أقول لك اللي أنا كنت عايز أوصله، إن الفورس اللي بتبقى جاية من الدامبر بتبقى ليها تناسب
تمام، فردي مع الفورس مع السرعة بتاعت الفايبريشن اللي جاية عندك، تمام كده. طيب الكريتيكالي دامبد او الاوفر دامبد زي ما قلت لك كده، بتبقى الفايبريشن بتاعتك ما هياش هارمونيك، يعني هي بتخلص في within one cycle. الاوفر دامبد بتخليك انك انت تنتهي في اقل من one cycle. الكريتيكالي دامبد بتبقى شبه الاوفر دامبد بس بتختلف المده بتاعت الوقوف بتاعتها شكلها عامل ازاي. لكن في حاله الاندر دامبد هي اللي بتبقى فيه سايكلز بقى، نعد لنا 2 3 4 على حسب هو اندر دامبد بقد ايه. خلاص طيب، طبعا في سيستمز تبقى عايزه اوفر دامبد زي ما حضرتك مثلا، او كريتيكالي دامبد زي مثلا السسبنشن بتاع العربيه، عشان انت عايز الفايبريشن تقف ومش عايز يفضل يتهز طول ما هو ماشي. وممكن في بعض الابلكيشنز الثانيه زي مثلا بعض الماشينز اللي فيها فايبريشنز شغاله طول الوقت، فبتخليها انك انت بتتجه ان هي تبقى اندر دامبد علشان ما تكسرش السيستم، تمام؟ علشان في النهايه انا لما بزود الكوفيشنت اوف دامبنج انا بزود الفورس بسبب ان السبيد بتتناسب مع الفورس بتاعت السي. طيب فبالتالي هتلاحظ هنا انك انت الداشبوت ده لما انت تشد الجسم بتاعي لتحت بسرعه ما، هيبقى هنا في فورس اسمها سي اكس دوت، تمام؟ طيب المفروض ان سي اكس دوت، انا بس غلطت هنا غلطه صغيره، ان هي تبقى في الاتجاه المعاكس، تبقى في اتجاه عكس اتجاه الحركه بتاعتك، تمام؟ فدي الخطوتين الاولانيين، انك انت تعرف شكل الموشن شكلها ايه وتعمل فري بادي دايجرام. طيب الخطوه رقم ثلاثه، لو انت عملت الايكويشن او عملت لغايه الفري بادي دايجرام، فانت كده حليت تقريبا 60% من المساله، انت كده ماشي صح، مشيت لغايه 60% صح من حلك للمساله، ضمنت انك توصل للحل السليم. طيب المفروض في الخطوه الثالثه انك انت تبدا تكتب equation of motion. دكتور اتفضل. بعد اذن حضرتك، ال سي اكس دوت، عايز اعرف بس حضرتك ليه حددت اتجاه عكس اتجاه الموشن؟ لان الداشبوت دوت لو انت افترضت انك انت بتشده فهو بيقاوم الشد بتاعك ده، او انت بتضغطه فهو بيقاوم الضغط بتاعك، وطبقا للسرعه، يعني لو انت عامل سرعه عاليه فالفورس دي هتبقى عاليه، لو الفورس دي قليله او السرعه بتاعتك قليله فهيرد عليك بفورس قليله، فهو دايما الفورس بتاعت الاليمنتس هتكون عكس اتجاه الحركه بتاعتك. هو مش المفروض ان ده بيعمل حاجه عشان ما تخليش السبرينج يفضل يتحرك؟ صحيح، وعشان كده لازم يكون في اتجاه عكس اتجاه حركه الموشن بتاعتك. لو انا افترضت ان السي اكس دوت نازله لتحت في اتجاه الحركه اللي هي اسمها اكس، فمعنى كده ان هو بيدعم اتجاه الموشن، صح؟ اللي انا بعمله اللي هو، خلي بالك، ماشي كويس ان انت بتسال السؤال ده، مش اللي انت بتعمله، لا، الاكس دي عند اي لحظه السيستم بيهتز فيها. تمام، يعني السيستم بيتهز لتحت، فالسي اكس دوت دي عكس اتجاه الحركه اللي حصلت دي. بص، السيستم ده بيهتز لتحت ولفوق، مش تحت بس. تمام، احنا بنتكلم في الوقت اللي هو في لحظه مثلا هو لتحت. هنا لو درست الحركة في اتجاه، عشان هي بيريوديك ومتكررة، فهي نفسها الحركة والقوانين والمعادلات لو هو بيتحرك لفوق. الصوت قطع. تمام، انا سامع حضرتك. طيب خليك معايا علشان بس انا معلش، الاونلاين بيبقى عملية التواصل فيه ما هياش 100%، فعشان بس اطمن ان الحاجه المعلومه وصلتك. هو وهو بيتحرك لتحت
السيستم ده بيتحرك لتحت، ملوش دعوه بقى بالانيشال اللي انا عملته، اللي انا مسكته وحركته لتحت، مالكش دعوه بيها، دي خلصت خلاص. السيستم دلوقتي بيهتز، فانا دلوقتي بصوره وبشوف في لحظه ما وهو نازل لتحت الفورسز عليه جايه ازاي. تمام، وصلت؟ فبالتالي فعندك السي اكس دوت هتبقى عكس اتجاه الحركه، السبرينجز عكس اتجاه الحركه. تمام، واضحه؟ تمام ماشي. اوكي طيب دكتور لو سمحت اتفضل، ممكن بس شرح للجزء اللي هو الالاستيستي بتاعت السيستم، الكي بي ديت جت ازاي؟ الكي بي بتاعت السيستم دي جت ازاي؟ لو عندك مسطره بلاستيك في قصادك من الادوات بتاعتك او المسطره التي بتاعتك اذا كانت بلاستيك، حطها على بين تو سبورتس، اي حطها بين كوبايتين مثلا، وتعالى في النص واضغط على المسطره هتلاقيها راحت مقوسه معاك، صح؟ اه تمام. التقويسه دي لو شلت ايدك بتروح رده لفوق ولا مش رده لفوق؟ اه. طيب دي الاستيستي في البيم نتيجه ان هو الاستراكشر بتاعه يعمل الشكل ده. في الاستيستي نتيجه مثلا ان هو كانتليفر زي المنط بتاع حمام السباحه. فبالتالي الالاستيستي بتاعت البيم دهيت كان بي اكتنج لايك ا سبرينج، وهيبقى لها ستيفنس، وهنشوف بعد شويه ازاي نجيب الاستيفنس بتاعت البيم دوت او السمبل بيم اللي قصادك. طب انا ليه عملتها في عكس اتجاه الحركه برضو؟ ليه عملتها في عكس اتجاه الحركه؟ لان الالاستيستي بتاعت البيم بتقاوم الحركه اللي جايه لها عكس الاتجاه الحركه. يعني انت لو بتضغط على البيم اللي تحت هيبقى البيم عايز يرد لفوق، اه، فبالتالي بيرد عليك بفورس اتجاهها لفوق. تمام، وانا بدرس الفري بادي دايجرام بتاعت الماس. اه وصلت. تمام جدا، شكرا دكتور. عفوا. طيب دكتور لو سمحت اتفضل، ممكن حضرتك بس تقول تاني ليه ما دخلناش الوزن في المعادله؟ طيب ان شاء الله ممكن اطلب من المهندس احمد عيد يبقى يقول لكم الاثبات دوت. هو الاثبات دوت انت كمان ممكن تعمله، يعني احنا بعد شويه لما نحل هنا المعادله هقول لك على هنت كده وحاول انت تطبقها. هو الحقيقه لما هتيجي تدخل الويت في المعادله بتاعتك هتلاقي ان هو الويت موجود لتحت، صح؟ اه صح. تمام، لما هتيجي تحطه في الايكويشن اوف موشنز اللي احنا هنعملها دلوقتي هتلاقي ان هو بعد شويه في اتنين فاليوز عكس بعض، الويت والديسبيسمنت او الانيشال ديسبيسمنت بتاعه السبرينج، فبالتالي هتلاقيهم ان هم بيلاشوا بعض وهتلاقي بعد كده الويت ما ظهرتش. تمام، دي نقطه علشان تبقى انت واخد بالك منها. طيب لو عايزين نفهمها، عشان تفهمها الحقيقه انك انت هتلاقي ان الويت از ويت ما بتاثرش على البوتنشال انرجي ولا بتاثر على الكاينتيك انرجي. هتقول لي ازاي يا دكتور ما هو كده في ام جي اتش؟ هقول لك لو انت افترضت ان انت عندك الريفرنس الارض ثابته، فاذا كان هو بيدي لك بوتنشال انرجي دلوقتي بانه هو طلع لفوق، فهو بعد شويه هياخدها منك وهو نازل لتحت، فبالتالي البوتنشال انرجي جايه نتيجه الجرافيتي هتلاشي بعضها. طب هتقول لي ما هي بتحول كاينتيك انرجي، اقول لك ما هي لما بتتحول كاينتيك انرجي في النص بتلاشي الكاينتيك انرجي اللي الناحيه الثانيه، فهتلاقي ان الانرجي اللي جايه من الجرافيتي نتيجه على البادي ده نتيجه الويت بيلاشي بعضها، فبالتالي ما لهاش قيمه عنه. الكلام ده ليه اثبات، لو عايزين الاثبات ده نخلي المهندس احمد عيد يعمله لكم ان شاء الله، مفيش مشكله. شكرا. ماشي تمام. طيب الايكويشن اوف موشن اتفضل. هو في واحد بقى له بتاع ربع ساعه بيحاول يخش وعمال يقول ان هو بيبعت ريكوست ومش بيتقابل، بس مش عارف في شوف كده اسمه ايه. مصطفى إيه؟ عمرو، مصطفى عمرو ولا محمود خليل؟ لا محمود خليل، معرفش محمود أكسبت. عارف هو اسمه محمود، يعني مش فاكر محمود ايه بالظبط. محمود خليل سلامه، المفروض ان هو اكسبتد والمفروض يكون دخل دلوقتي، لو دخل اللي سمعنا صوته. هو غالبا مش محمود خليل، محمود حسني.
محمود حسني؟ لا ما جاليش حاجة يعني، انا اخر بيندينج عملته. طيب خلاص شكرا. طيب انا معلش انا مش متابع المايكروسوفت تيمز، انا على الباوربوينت فانا مش شايف رسائلكم، مش شايف حاجة، فلو في حد عنده حاجة عايز يقولها لي ممكن بس يفتح المايك ويقول. طيب عشان تكتب ايكويشن اوف موشن خلي بالك من الكلمتين اللي جايين دول، انت في شغلك في فيما يتعلق بالديزاين وستريس اناليسيس وكل الكلام ده كنت بتشتغل ستاتيك وبتطور على الاتزان، فكنت دايما تاخد سيجما الفورسز ايكوال زيرو. النهارده في الفايبريشنز ما عنديش فورسز سيجما الفورسز بتساوي زيرو، انا عندي هنا هيبقى عندي سيجما فورس سيجما مومنتس اي سيجما هتساوي ايه؟ ماس في اكسلريشن. تمام كده يا شباب؟ بمعنى ان انا بتكلم على ايكويشن اوف موشن لحركه لمعادله لجسم بيتحرك، مش بتكلم على جسم ساكن او ثابت، ده بيتحرك، فبالتالي مفيش حاجه اسمها سيجما الفورسز بتساوي صفر. تمام كده؟ طيب المفروض ان احنا هنمسك الايكويشن اوف موشن دهيت ونطبقها على البادي اللي عندنا ده اللي هو ده. طيب هنطبقها ازاي؟ هتيجي تقول الفورسز اللي عندك وادي الاتجاه الدايركشن البوزيتيف بتاعك، اتجاه البوزيتيف بتاعي فين؟ اهو يا شباب فين؟ لتحت. الفورسز بتاعتي اول واحده مين؟ الكي بتاعت السبرينج تمام؟ في الاكس صح؟ مع اتجاه الموشن ولا عكسها؟ عكسها، فتبقى نيجاتيف ماينس كي اكس. البيم بيدي لك فورس في عكس الاتجاه ماينس كي بيم اكس. الداشبوت او الدامبر بيدي لك فورس في اتجاه لفوق يبقى ماينس سي اكس دوت. مين اكس دوت دي يا شباب؟ ده دي الديفرنشيشن بتاع الاكس مع التايم، يعني كانها دي اكس باي دي تي. يعني ايه؟ يعني تديك سرعه الفايبريشن عند اللحظه دي. طيب الكلام ده بيساوي ايه بقى؟ بيساوي ماس في اكسلريشن او اللي هي الانيرشيا في الاكسلريشن. الاكسلريشن دي اللي هي ايه؟ اللي هي اكس دبل دوت، يبقى ام اكس دبل دوت. فيبقى بالتالي المعادله بتاعتك دي لو قعدنا ترتيبها جبنا كل اللي موجود هنا ده وديناه الناحيه الثانيه، فهتبقى عندك المعادله بتاعتك بتقول ام اكس دبل دوت زائد ها كي بلس كي بيم، اقدر اجمعهم مع بعض مضروبين في الاكس بلس سي اكس دوت بتساوي زيرو. دي الايكويشن اوف موشن بتاعه السيستم اللي بيعمل فايبريشن قصادك هنا. تمام كده يا شباب؟ طيب هو طالب منك ايه؟ تعال ارجع كده للشيت. بالمناسبة احنا مجرد ما وصلنا للإيكويشن أوف موشن أولموست حلينا المسألة. أولموست حلينا المسألة، هيبقى بعد كده شوية قوانين نعوض فيها ونوصل للحل للحاجة اللي احنا عايزينها أو فاينل أنسر بتاعتنا. طيب هو طالب مني إيه هنا؟ طالب منك أول حاجة فريكونسي أوف فري فايبريشن. طيب تعالى نرجع كده ونقول شوية كلام مهم. خليني في الحدودة اللي هنا. يعني ايه فري فايبريشن يا شباب؟ فري فايبريشن معناها انك السيستم بتاعك بيهتز بدون اي مؤثرات خارجيه. تمام كده؟ طيب في مصطلح تاني كان دكتور طاهر قال لك عليه واللي هو بيسبب ظاهره او بيتسبب في وجود ظاهره الريزونانس اللي هو ايه؟ اللي هي الناتشرال فريكونسي. مين الناتشرال فريكونسي؟ natural frequency دي يا شباب هي
السيستم لو بيهتز بدون اي حاجه موجوده في السيستم، مفيش غير ماس وسبرينج، يعمل حاجه اسمها ناتشرال فريكونسي. خلاص كده. طيب تفرق ايه عن الفري فايبريشن او الفريكونسي بتاعت الفري فايبريشن؟ انا هنا في السيستم اللي قصادي، انا هنا في السيستم اللي قصادي هتلاحظ انك انت في دامبر. خلاص الدامبر ده ياثر على الناتشرال، على الناتشرال فريكونسي بتاعتك، وبالتالي يسبب لك حاجه اسمها الفري فايبريشن او الفريكونسي اوف فري فايبريشن. طيب في مقصودك للفري فايبريشن ان ما هناك، ليس هناك مؤثر خارجي، بمعنى ان ما فيش حد ماسك السيستم ده بيأثر عليه باهتزاز، ما فيش حاجه خارجيه external force، ما فيش external excitation، ما فيش ما فيش ما فيش. بمعنى انك انت المعادله، طرف المعادله الثاني ده بيساوي صفر. For general equation او for general condition لو في حاجه بتأثر الكلام، الصفر ده مش هيبقى موجود، هيبقى هنا في function. هيبقى هنا في function. طيب علشان تطلع natural frequency اللي هي بنسميها، احنا بنسميها اوميجا ان، اللي احنا في الاخر عايزين منها نطلع اف ان، الاف ان دي بتساوي اوميجا ان مقسومه على 2 باي. وخلي بالك بقى من شويه يونتس، ان الفريكونسي دايما هتطلع اليونتس بتاعتها بالهرتز، امال الاوميجا ان بتطلع اليونتس بتاعتها بايه؟ براديان بير سكند. تمام كده؟ طيب الاوميجا ان قانون ثابت لا يتغير، هو سكوير روت لمعامل اكس على معامل اكس دبل دوت. طب مين معامل اكس هنا؟ هيبقى كي بلس كي بي. ومين معامل اكس دبل دوت؟ هي الام. اهي الام. ده قانون ثابت بتاع natural frequency، ودي characteristic value لأي سيستم في الدنيا. المكتب اللي انت قاعد عليه ليه natural frequency، الشوكة الرنانة ليها natural frequency، الكمبيوتر بتاعك natural frequency، انت نفسك ليك natural frequency، الكرسي اللي انت قاعد عليه ليه natural frequency، الكوبري ليه natural frequency. طيب ليه مهم نعرف natural frequency؟ لأن natural frequency ده هو اللي هيقول لنا المؤثر الخارجي لما يوصل بفريكونسي قد الناتشرال فريكونسي هيحصل ريزونانس، وبالتالي ضروري هيحصل فيلير. عارفين طبعا انتوا شفتوا الفيديو بتاع الكوبري اللي حصل له انهيار، او اللي هو بدا يحصل له ريزونانس، وشفت الشكل بتاعه منظره عامل ازاي. دكتور معلش، هو الريزونانسز الريزونانس، انت شفت الفيديو، انت شفت الفيديو بتاع المحاضره اللي عرضه الدكتور طاهر بتاع الكوبري اللي حصل له ويف، قعد يشتغل ريزونانس كده وعمال بقى لغايه ما انهار. اه شفته. اه هي دي الريزونانس. الريزونانس او اللي هو الرنين معناها ان المؤثر الخارجي، هو كان في حاله الكوبري ده كانت الرياح، الرياح دي عملت فريكونسي اللي خلت السيستم بتاع الكوبري ده يهتز بفريكونسي نفس الفريكونسي بتاعت الناتشرال فريكونسي. فاللي يحصل انك انت بتتراكب الاثنين على بعض، فتبدا تزيد جدا الامبليتيود بتاعت الفايبريشن، مفروض نظريا بتوصل لانفينيتي. فلما توصل للانفينيتي هتكسر اي حاجه، تخلي اي حاجه تنهار. والانهيار ده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، ان هو لما بينهار بالشكل ده علشان الفايبريشن دي تنتهي، لان هي لو ما انهارتش هتفضل تكبر لما لا نهاية. ماشي شكرا حضرتك. تمام وصلت؟ تمام. طيب فيبقى بالتالي انت المطلوب من الاولاني اللي عندك بتطلع منه الناتشرال فريكونسي بتاعت الفري فايبريشن بتاعتك. طيب لما تيجي تبص على الناتشرال فريكونسي، هو انت محتاج هنا كي ومحتاج كي بي ومحتاج الام. طيب
تعال نبص كده على الشيت، هتلاقي ان هو هنا مديلك ان مديلك البارامترز بتاعت السيستم، هو مديلك الكي اوريدي، مديها لك بكام؟ 200 نيوتن بير مليمتر. طب والكي بي مديها لك بكام؟ ها هل هو مديني الكي بيم يا شباب؟ لا دكتور. حلو، يبقى انا دلوقتي هحتاج اروح ارجع لو حد عايز حاجه، حد عايز حاجه دلوقتي من الموجود على على السلايد امسحه. طيب لو انا جيت البيم ده عامل كده، تمام، الماس موجوده في مكان ما، ها هنا قايل لك ان المسافه دي بي 2 ومدي لك المسافه دي بي 1، وعايزين نطلع الكي بي بتساوي، هو قايل لك ايه؟ قايل لك ان البي 1 ب 600 مللي، البي 2 ب 800 مللي، ومدي لك ان البيم ليه دايامتر ايكوال تو 40 مليمتر، وقايل لك ان الاي بتاعت البيم ب 200 في 10 اس 10 نيوتن بير متر سكوير. طيب القانون بتاع الكلام ده بيساوي ايه بقى؟ 3 اي تمام كده يا شباب، على بي 1 سكوير بي 2 سكوير تمام، مضروبه في ال. طيب مين الاي؟ الاي دي اسمها ايه يا شباب؟ دي اسمها المودولس اوف الاستيسيتي، خلاص. طيب او ساعات بنسميها يانجز مودولس، خدتها قبل كده في الماتيريال. طيب مين الاي؟ الاي دي اسمها المومنت اوف اريا، المومنت اوف اريا. طب الاي دي بتساوي ايه؟ الاي دي بتساوي باي على 64 دي باور 4. طيب ال L ده طول البيم اللي هو عبارة عن B1 plus B2 تمام كده. طيب وحدات ال K بيم تطلع بإيه؟ هاي يا شباب نيوتن بير متر، وده مبني على اساس الاي بالنيوتن بير متر سكوير، او اللي هي باسكال عشان لو اديها لك بالجيجا باسكال تبقى انت عارف تحولها للباسكال. الاي وحداتها متر باور 4، ال وحداتها متر، والبي نفس الكلام، فتبقى اللي تحت ده كله متر باور 4. طبعا لو انت مسكت المعادله دي وزنتها هتطلع معاك في الاخر نيوتن بير متر، خلاص كده ماشي يا شباب. طيب هتعوض بالارقام اللي موجوده قصادك، البي 1 هو مديها لك ب 600 مللي، فما تنساش تحولها لمتر. البي 2 مديها لك ب 800 مللي، وادي الملي. عشان تحول من مللي لمتر بنعمل ايه يا شباب؟ حد يقول لي بسرعه. ها نضرب 10 اس 3. ايوه تضرب 10 اس ناقص 3، خلاص. طيب يبقى انت دلوقتي من المعادلات الارقام اللي هو مديها لك هتقدر تطلع من هنا الكي بيم، بالمناسبه هتطلع عندك ب اسف معلش تطلع ب 458,149 نيوتن بير متر. ماشي يا شباب؟ معلش يا دكتور سؤال. اتفضل. لو انا كنت عايز اجيب ان هو الناتشرال دامبنج بتاع او الناتشرال فريكوينسي بتاع السيستم بتاع البيم ده بس، كان ممكن احسب كتلته والكي بي دي، صح كده؟ لو انت بتتكلم عن البيم ان هو سيستم مستقل، صح كده؟
تمام ممكن يعني لو هو زي المسطره تي اللي عندك دي وانت مثبتها من طرفين وعايز تعرف الناتشرال فريكوانسي بتاعتها بكام، فيبقى سكوير روت كي اوفر ام، بين الام وزن البيم، بين الكي الكي بتاعت البيم، تقدر تحسبها بالمعادلات دي. تمام. سؤال تاني، هو البي واحد والبي اتنين دي بتبقى على حسب مكان ما انا قصرت بالفورس، صح كده؟ على حسب مكان البادي اللي موجود. لا، ما انا دلوقتي بتكلم لو انا مش حاطط البادي، لو انا بعمل عنها سيستم، فانا قصرت الفورس مثلا على النقطه، النقطه دي بتقسم البيم لحتتين، ماشي، بس ساعتها هما يبقى بي واحد وبي اتنين. بالظبط كده، لو انت اثرت في النص يبقى خلاص بي 1 بتساوي بي 2 فبقت ال على 2. لو انت ما عملتش كده وعملت انك انت اثرت في نقطه مترحله ناحيه الشمال شويه او ناحيه اليمين شويه، فيبقى ساعتها بي 1 وبي 2. شكرا يا دكتور. تمام. طيب طيب من هنا تقدر تطلع ايه يا شباب؟ يا شباب اوميجا اوميجا تمام. انت كده بتقدر توصل انك انت تطلع اوميجا ان. طيب ده اللي هو الناتشورال فريكوانسي بتاعتك، صح كده؟ تمام تمام. طيب في الحقيقه انك انت هتبقى عايز تطلع الفريكوانسي بتاعت السيستم اللي قصادك، وبما ان السيستم اللي قصادك ده فيه دامبينج، فانت المفروض انك انت عايز تطلع اوميجا دي مش اوميجا ان. طيب اوميجا دي بتساوي ايه؟ انت خدتها في المحاضره 1 ماينس زيتا سكوير، صح؟ اوميجا ان. انتوا معاكم المحاضرات لسه؟ باشمهندس احمد عيد المفروض يبعتها لي بس ما بعتش حاجه. لا لا، انتوا ما كتبتوش في المحاضره مع دكتور طاهر؟ كتبنا الحاجات بس انا بتكلم على السلايدز يعني. لا لا، انا بتكلم على اللي كتب في المحاضره. ده ما كانش موجود. لا ما خدناهاش دي. لا ما كتبهاش الدكتور. طيب anyway المفروض هتاخدوا القانون دوت، مش ازمه يعني. اوميجا دي بتساوي 1 سكوير روت 1 ماينس زيتا سكوير اوميجا ان. طبعا السؤال المفروض تساله تقول لي ايه؟ ها مين زيتا؟ هو الاوميجا بره السكوير، بره الروت. الاوميجا ان بره الروت. نكتبها بشكل افضل، استاذنك نكتبها بشكل افضل بعد اذنك يا دكتور. هتبقى اوميجا دي بتساوي اوميجا ان سكوير روت 1 ماينس زيتا سكوير، مش كده افضل؟ تمام دكتور، تسلم. تمام دكتور. دكتور يا الصفحه اللي فاتت مسحت، انا مسحتها. كنت عايزها. تمام خلاص، هي هتلاقيها في الريكورد عامه. بس anyway احنا كنا بنتكلم في السلايد اللي فاتت على الكي بيم، فانا اكتب لك المعادله بتاعتها تاني اهو على جنب تخليها معاك. اوكي 3 EI على B1 سكوير B2 سكوير في L، ماشي؟ طيب مين زيتا دي بقى يا شباب؟ سمعتوا عن زيتا؟ ما سمعناش عنها في المحاضرة؟ لا دكتور، خدناها. خدنا زيتا. ايه هي بقى الزيتا؟ مش اللي هي الدامبنج ريشيو؟ ايوه دي الدامبنج ريشيو. طب مين الدامبنج ريشيو دي بتساوي ايه؟ تي على 2 اوميجا ان على ان بتساوي سي على 2 اوميجا ان ام. تمام. طيب 2 اوميجا ان او ام دي اسمها الكريتيكال دامبنج كوفيشنت، علشان كده زيتا دي هي اللي بتقرر الحالة من الثلاثة. إذا كنت أنت under damped ولا critically damped ولا over damped، بمعنى
لو انت اندر دامبت يبقى الزيتا بتاعتك دي اقل من الواحد. لو كريتيكالي دامبت يبقى انت بتساوي الزيتا بتساوي واحد. طب ولو اوفر دامبت اكبر من الواحد. تمام؟ ماشي الكلام كده يا شباب؟ تعرف تجيب زيتا؟ اعرف اجيب زيتا عن طريق التعويض في المعادله دي. وانا عندي السي هو مدي لك السي بكام؟ ارجع كده للشيت هتلاقي ان هو مدي لك السي ب 2000 نيوتن سكند بير متر. نيوتن سكند بير متر. خلاص؟ فانت عندك السي، عندك الاوميجا ان انت حسبتها، وعندك الام اللي هي الماس دهيت يا شباب فين؟ اللي هي 100 كيلو جرام. ومنها تقدر تطلع الزيتا، ومن الزيتا تقدر تعوض وتطلع اوميجا دي. ومنها تطلع الفريكونسي المطلوب. في مشكله كده يا شباب؟ دكتور لو سمحت، احنا هنا فري فايبريشن صح؟ تمام. علشان في دامبنج فورس فده مش ناتشرال. عشان في دامبنج فورس فمش ناتشرال. طب امتى يبقى ناتشرال؟ لما يبقى سبرينج وماس بس. بالظبط، وده اللي هيشتغل معاك في المهندس احمد عيد في السكشن. تمام شكرا. العفو. تمام كده يا شباب؟ انا مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. يعني كفايه شويه المعلومات اللي احنا خدناها. انا بالنسبه لي خد المعلومات اللي احنا قلناها النهارده دي وحاول تطبقها تاني بايديك، ولو نجحت فيها وطلعت نتائج ظريفه كده وشكلها شيك وشكلها حلو يبقى انت كده بالنسبه لي انت فهمت المحاضره او فهمت الجزء ده من اللي احنا عايزينه. تمام. المره الجايه نكمل بقى بقيه الاجزاء، نكمل بقى اللوجاريثميك ديكريمنت، ونكمل يعني ايه الريدكشن بير سايكل والكلام ده كله. ففي اي سؤال في النقطه دي لغايه دلوقتي؟ طيب انا هقولها لكم تاني. الناس علشان تستفيد محتاج انك انت تكتب وتكون بتاخد نوتس معايا. انا هستاذن اوقف الشير سكرين. مهم جدا انك انت تكون بتاخد نوتس وانت شغال. مهم كمان انك انت تكون مركز معايا علشان بعد كده انت تبدا تعمل الشغل ده بنفسك. يعني المفروض انك انت تمسك المساله وتحلها بايديك. صدقني بدون ما تحل المساله بايدك مش هتستفاد حاجه. خلاص؟ بالنسبة لي المحاضرة اللي جاية إن شاء الله أنا كنت متفق مع المندوب بتاعك عمر. فين عمر؟ أيوة دكتور مع حضرتك. طيب أنا شايف في حد رفع إيده، ده حقيقي؟ محمد حمدي، اتفضل يا محمد. معلش محرك. طيب كمل سؤال، بس كانت حاجة سقطت مني في أول المحاضرة فحضرتك خلص كلامك وبقى أسأل فيه عادي. طيب تمام مفيش مشكلة. طيب أنا كنت بتفق مع عمر، قال لي النهاردة أوكي مفيش مشكلة، بس هو إن أنتوا بتفضلوا يوم السبت. فأنا بالنسبة لي ما عنديش مشكلة، يوم السبت هيبقى في نفس الميعاد على الساعة 6:30. 6:30 أو يعني خلينا 6:30 نصلي المغرب ويبقى جاهزين للمحاضرة. فهل ده مناسب ليكم؟ هو الناس مش يعني مش حابه اصلا الميعاد المتاخر ده، فيستحسن لو احنا محطوط لنا ميعاد في الجدول يوم الاحد الساعه 10، فلو ده مناسب مع حضرتك يوم، قصدي الاثنين اسف، يوم الاثنين اللي هو بكره الساعه 10. طيب بص، هو انا المشكله عندي ان الاحد والاثنين جدولي مقفول شويه. فانا افضل نروح ليوم تاني. هل لو كده يوم السبت انا مناسب ليا؟ لو انتوا مش مناسب ليكم نشوف ميعاد تاني. بس يعني بالليل هو بيبقى يعني الموضوع بيبقى بايخ شويه بالنسبه للناس كتير، يعني عشان في ناس كتير اللي عنده شغل واللي عنده مشاوير بالليل وحاجات كده. وانا الحقيقه عاملها بالليل علشان الناس اللي عندها حاجات الصبح. هو احنا اصلا يوم السبت ما عندناش حاجات كتير يعني، فاليوم طيب انتوا يوم السبت اصلا في عندكم حاجه اونلاين ولا هو في الكامبس؟ اصلا كله اونلاين. طيب لو احنا اتكلمنا على يوم السبت،
الصبح مثلا يناسبكم؟ احنا عندنا المفروض محاضرة بتبدأ 10، والمحاضرة التانية بتبدأ 12:30 اعتقد، او مش فاكر كان، تقريبا 12:30. فاحنا ممكن ناخد ميعاد المحاضرة مثلا على 2:30 كده، مناسب يعني. طيب بص، انا بالنسبة لي الساعة 2:30 دي هتقتل عندي اليوم، يعني انا يوم السبت ده اجازتي، فانا ما عنديش مشكلة هدي اعمل لكم المحاضرة يوم السبت، بس فعليا الساعة 2:30 دي اللي انا هلحق اعمل حاجة الصبح ولا هعرف اظبط حاجة بعد الظهر. فلو نخليه بس ميعاد كده وسط ما بيننا، يعني ممكن نخليها في ميعاد يكون بس يناسب الناس. الصبح بدري يا دكتور، يعني 8 كده مناسب مع حضرتك ولا ايه؟ يوم السبت الساعة 8 ماشي، أنا ما عنديش مشكلة. تمام، أعتقد ده يعني أنسب حاجة للكل. هل هيناسب الجميع؟ أنا شايف إن هو مناسب، لأن إحنا المفروض محاضرة السي إن سي اللي هي كانت المفروض تبقى ميعادها 8، هي الدكتور بلغني إن هي هتبدأ 10، خلاص إحنا كده عندنا فترة فاضية ممكن طيب نستغلها. خلاص ما فيش مشكلة، أنا بالنسبة لي تمام. مش في سيكشن؟ مش في سيكشن ولا مش هيبقى فيه؟ هيبقى في سيكشن هتتفقوا مع الباشمهندس أحمد عيد لا على الميعاد. لا، أنا بتكلم على مادة يوم السبت المحاضرة، مش في بعدها سيكشن؟ محاضرة إيه؟ لا السيكشن، أنت سيكشن سي إن سي يعني؟ أيوه. لا لا، لسه الدكتور ما بلغش بحاجة زي كده يعني. على العموم يا دكتور، انا مع حضرتك يعني، وهبلغ حضرتك لو في اي